أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه المساحة والتي نفردها للحديث عن موضوع في غاية الأهمية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا شك في أنها هي عصب الاقتصاد في معظم دول العالم. هذه هي الحقيقة نظرا لما تطلع به هذه المشاريع من أدوار كبيرة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة على كل المستويات لوضع قاعدة متكاملة تشريعية وتنظيمية لإحداث نهضة شاملة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا ودعم ابتكارات الشباب ورواد الأعمال، إلا أن القطاع ظل دون الطموحات في ظل استمرار مخاوف البنوك والجهات التمويلية عموما من ارتفاع نسب المخاطر بهذه الشريحة من المشروعات. تتردد العديد من البنوك في منح التمويل لهذه الشريحة، ومن جانب آخر تعزي ذلك لأنها تتكبد خسائر جراء هذه المشاريع غير المدروسة. وبالتالي هناك تساؤل رئيسي يطرح نفسه، هل المشروعات الصغيرة متهمة أم مجني عليها؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال بطبيعة الحال في هذه الجولة. نفتح هذا الملف حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاهدين في ندوة اليوم من CNBC عربية، وستنضم إلينا في الاستوديو الآن طبعا البروفيسورة سيلفيا فيانيلو، مديرة مخبر الابتكار في كلية SP جين لإدارة الأعمال العالمية. أهلا بك معنا سيدة سيلفيا، وأيضا نرحب بضيوفنا كذلك من الرياض السيد عمر بن عبد الله الشملان، عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومسؤول عن قطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة. نحييك أستاذ عمر. وأيضا سيكون معنا من الكويت الدكتور سليمان خريبت، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقا. نحييك دكتور سلمان وشكرا على وجودكم. دعوني واسمحوا لي أن نبدأ هذا الحوار مع الدكتورة سيلفيا للحديث عن هذه المشروعات. دكتورة، يعني ربما تعتبر كما ذكرنا هي عصب الحياة للعديد من الاقتصادات الخليجية، وتشكل وتوظف أكثر من 75% من العمالة، لكن هناك بعض اللوم على هذه المشروعات بأنها في بعض الأحيان لا تنجح أو لا تحقق الأهداف المرجوة منها. ما هي الأسباب الرئيسية برأيك وراء هذا الإخفاق؟ شكرا على دعوتي لأكون معكم هنا اليوم. إن المشروعات الصغيرة المتوسطة الحجم والشركات الناشئة تعتبر حيوية جدا في هذه المنطقة، ولابد من أن نأخذ الخطوات الصحيحة كي نكون فعلا متميزين في الفترة القادمة. دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بكاملها بحاجة إلى أن تكون مركز لهذه الشركات الناشئة في المستقبل. لدينا بعض المواضيع والنواحي المهمة التي لابد من التركيز عليها عندما نعمل على إنشاء شركة ناشئة. لابد من التركيز على تفادي بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإخفاق. لابد من التركيز على هذا. أمضيت فترة من حياتي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وعملنا على الكثير من الدراسات، وتبين فيها أن 80% من الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة متوسط الحجم فشلت في السنة الأولى من نشاطاتها. يبدأون في السنة الأولى وينتهون في السنة الأولى. كيف بإمكاننا أن نتفادى حالات من هذا النوع وكي ننجح في الأسواق؟ نلاحظ أنه في أغلبية الأحيان لدينا بعض العوامل التي يمكن تفاديها. أهم ما يمكننا أن نقوم به هو أن الشركة الناشئة عليها أن تختار الموضوع المناسب والمهارات المناسبة. عندما تضعون فكرة عليكم أن تخلقوا الشركة، و عليكم أن تحرصوا على أن هذه الشركة عليها أن تختار الموضوع الصحيح مع المهارات الصحيحة والمواهب الصحيحة. لذلك دولة الإمارات العربية المتحدة تجتذب هذه المهارات وهذه المواهب. هذا هو الشق الأول. والشق الآخر أو العامل الآخر المؤثر على نجاح شركة ناشئة هو التمويل. التمويل إن وجد أم لا، لربما التمويل موجود ولكن لا يتم فعلا إدارته الطريقة الصحيحة. هذه عوامل مهمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة المتوسط الحجم. أولا المواهب، وثانيا الأموال والتدفق النقدي. علينا أن نعرف كيف ندير هذه الأموال.
مثلا قد طلب مني مرة أن نحدد لهم ما هو المبلغ الذي عليهم إنفاقه في شركة ناشئة. بالنسبة للشركة الناشئة على وجه الأخص تلك المبنية على الابتكار، ينفقون الكثير من الأموال على المشروعات، على البرمجيات وعلى أيضا الحواسيب، ولكن هذا غير كاف. بعض الشركات الناشئة قررت أن تنفق 20 و30% منها على التطوير وعلى التسويق، وبالتالي ناجهم للتسويق مهم جدا، هذا عامل آخر. التمويل موجود، ولكن علينا أن نطور خطة العمل وخطة التسويق. يمكن أن يكون لدينا أفضل خدمة وأفضل منتج، ولكن لا يعرف الجميع بهذا المنتج. جيد. اسمحوا لنا أن ننتقل إلى الرياض. معنا من هناك السيد عمر بن عبد الله الشملان، عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض والمسؤول عن قطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة. ونحن نفرد هذه المساحة للحديث عن هذا القطاع الحيوي بطبيعة الحال. ندرك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في كل أنحاء العالم، لكن نحن هنا في المنطقة، يعني هل في تقديرك استطعنا أن نستوعب ذلك بشكله الأمثل، أم أن هناك أوجه قصور ربما في ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ شكرا لك، الله يعافيك، وشكرا لاستضافتكم. إذا بنتكلم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل إحنا عصب الاقتصاد، هذا شيء ما يختلف عليه واتفقنا جميعا على الأمر هذا. نتكلم اليوم عن المملكة العربية السعودية تحديدا والمنشآت اللي فيها. ظهرت طبعا هيئة الإحصاءات في 2017 على 950 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة. طبعا العدد هذا ليس طموح المملكة، طموح المملكة أكبر بمراحل من هذا العدد. إحنا نتفق أنه المنشآت المتوسطة والصغيرة هي تشكل تقريبا 99% من اقتصاد البلد والعائد عليه. اليوم في المملكة العربية السعودية الحمد لله، يعني قد نتحدث عن فترة سابقة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومراحل مرت فيها، مراحل صعبة جدا، في يعني طبيعي جدا في ظل وجود متغيرات كثيرة، في ظل وجود قرارات كثيرة، قرارات طبعا هذه الإصلاح كلها من صالح المنشآت هذه وفي مصلحتها. اليوم الحمد لله لما نتكلم عن وجود يعني هيئة مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكامل الدعم من حكومتنا لها وبكل المتغيرات اللي قاعدة اليوم تضيفها، فهي تعمل إضافة كبيرة للسوق. نعم دكتور سلمان، يعني أيضا نحن نعلم بأنه مجلس إدارة الصندوق الوطني هو المسؤول عن رعاية ربما وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وكنا شاهدنا يعني مؤخرا إقرار 4 برامج تمويلية للمبادرين. هذا الصندوق كان تأسس ب 2013، إلى الآن إلى أي مدى حقق فعلا الصندوق يمكن رؤيته وأهدافه بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟ بالتأكيد هذا الصندوق هو نقلة نوعية في المنطقة، حيث أنه أكبر صندوق في المنطقة، مليارين دولار كويتي، ولكن الصندوق وحده ليس هو المعني في تطوير هذا القطاع. القطاع هو بنفسه بحد ذاته قطاع حيوي يتحرك لوحده، هنالك عدة جهات مختلفة في الدولة تقدم هذا الدعم. عندنا البنك الصناعي سابقا كان يقدم هذا الدعم ولا زال، وزادت ميزانيته، هنالك عدة تشريعات وقوانين، هنالك لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في مجلس الأمة، والصندوق هو أحد الأدوات الرئيسية فعلا، ولكن لأنه صندوق حديث وتم إدخاله وقانون جديد ويحتاج تطويرات، وصندوق أداة تمويلية وحدها لا يمكن أن تعمل ضمن قطاع اقتصادي، أن تحول كل هذا كعصات سحرية بلحظات، ولكن مر الصندوق في مرحلة التأسيس ومر في مرحلة البيروقراطية التأسيس وبداية إنشاء كيان جديد اقتصادي بهذا الحجم، يحتاج وقت حتى يستطيع أن يأخذ حيز ويبتدي ينفذ السياسات اللي يحتاجها. وطبعا تم تغيير مجلس إدارة أكثر مرة لعدة ظروف وتغيير على القانون، لأن القانون جديد على القطاع الاقتصادي في دولة الكويت، لذلك يحتاج وقت. حاليا الصندوق طبعا الطموحات والآمال اللي موضوعة عليه من قبل الشباب ومن قبل الحكومة في التوظيف والعمل كبيرة جدا، ولكن يجب أن نرجع مرة ثانية ونقول الصندوق وحده هو أداة وليس هو الحل السحري لهذا القطاع. القطاع يعمل، الشباب الكويتيين يعملون من عدة منطلقات وبدون الصندوق أو مع الصندوق، الصندوق مجرد أداة تمويلية حتى يحصل الصندوق على نتائج المرجوه. حاليا احنا قاعد نشوف تغير
تغير ملحوظ كبير في سياساته التمويلية وتغير كبير في أسلوبه مع المبادرين. الصندوق ليس فقط اليوم أصبح ممول، أصبح أيضا يعطي تدريبات وتطوير للمبادر من عدة جوانب. حتى نفهم المبادر احنا على اساس قبل ان نتكلم عن الصندوق والاداه التمويل لازم نفهم المبادر وعقليه المبادر. علم المبادره او المشروعات الصغيره هو علم حديث، يمكن عام 1964 تم تدريس اول مقرر في جامعه هارفارد من البروفيسور بيتر تشامبيتر، وهو بروفيسور النمساوي لهذا العلم. وهذا العلم هو تداخل بين الاقتصاد والاجتماع والاداره، وهو علم حديث يحتاج ان نركز على الجوانب الاخرى ليست فقط الجوانب التمويليه. صحيح. وأنا سأخذ مما تحدثت عنه باعتبار أن التعليم هو المفتاح السحري ربما لمن كل ما نتحدث عنه. وفي معيتنا البروفيسور سيلفيا وهي مديرة مخبر الابتكار، دعينا نتحدث عن، وأنت أكاديمية مطلعة في هذا الجانب، يعني هناك هذه الكلمة التي ظهرت على السطح مؤخرا بشكل كثيف، الابتكار. دعينا نتحدث عنها باعتبارها أنها تمثل ربما مفترق طرق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هل عندما نتحدث عن الابتكار نعني الخلق والإبداع والإتيان بأفكار جديدة أم تطوير ما هو قائم، حتى نستطيع أن نشرك معنا رواد الأعمال والشباب في هذه الندوة وهم المعنيين بالأمر بطبيعة الحال من الدرجة الأولى؟ نعم تماما. الابتكار هو مصطلح فضفاض، الجميع يستخدم مصطلح الابتكار بعدة طرق. لابد أن نفهم ما هو الابتكار. الابتكار يمكن أن يعني أكثر من نقطة، ولكن كما سبق وناقشنا بأن التكنولوجيا تتغير وتغير طريقة عملنا وستغير طريقة عملنا في المستقبل. فدبي ستكون أول حكومة تستخدم تقنية البلوكتشين وتستغني عن الأوراق بحلول 2020. هناك عدة طرق سوف تسمح لنا بأن ندخر، ولكن سوف نستبدل الوظائف والأفراد. نحن علينا أن نعرف الأخبار الجيدة. نعم لدينا مليوني وظيفة سوف يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ولكن هذين المليونين بحاجة إلى أن يبتكروا. الابتكار هو أن نكون فعلا مبدعين ولا يستغنى عنا. علينا تطوير بعض المهارات التي لا يمكن استبدالها ببرنامج حاسوبي أو روبوت أو حاسوب. الابتكار يعني الاستمرارية أي أن نختبر حتى وإن أخفقنا نكمل. الابتكار يغير العالم نحو الأفضل، هذا مهم جدا. عندما يتم إنشاء شركة جديدة من قبل طلابنا أو غيرهم من المعنيين، فإنهم يخفقون في بعض الأحيان لأنهم لا يركزون على ماذا سيحصل عندما ندخل هذه الخدمات والمنتجات الجديدة في الأسواق. هل ستغير الحياة نحو الأفضل أم لا؟ هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج أو هذه الخدمة؟ لابد أن نأخذ هذه النقطة بالاعتبار. الإجابة ينبغي أن تكون نعم. إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي علم بحد ذاته، فيها ناحية من الإدارة. نعم هذا جزء من القصة. إذا لم نحقق الربحية في هذه الشركة ستغلق تلك الشركة. لابد من هذا أيضا أن يترك أثرا إيجابيا على المجتمع في هذا في هذه المنطقة من العالم. نعم يتم التركيز كثيرا على السعادة والإيجابية وأثر كل ما نقوم به على المجتمع، وهذا أمر مهم جدا. بالنسبة إلى ما نقوم به في مخبر الابتكار في كلياتنا، نحن نؤمن للأفراد المهارات اللازمة بناء على البحث الذي أجريناه في هذه المنطقة بالتعاون مع لينكدإن. لقد تبين بأن هناك عدم تطابق بين ما يقدم للأسواق وبين ما يطلبه أرباب العمل، ونحن نعرف لدينا عدم تطابق. فنحن كما تعرفون لدينا الرؤساء التنفيذيين والمدراء الذين هم بحاجة إلى مهارات فنية ومهارات من نوع آخر. نحن نؤمن المهارات. عندما نؤمن رزمة المهارات نكون ناجحين. هذا فيما يخص طبعا الإمارات، لكن دعينا نتوجه أيضا إلى المملكة العربية السعودية. المشاريع مشاهدينا الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تمثل الآن أو تواجه بعض التحديات المتنوعة، بعضها يشبه ما تواجهه تلك المنشآت في الدول العربية، وأخرى تحديات تتعلق بواقع الاقتصاد السعودي نفسه. التغيرات تحديدا التي حصلت خلال السنوات الأربع الماضية كيف انعكست على هذه المشاريع؟ نتابع سويا في هذا التقرير. نمو ملحوظ شهدته المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
ليبلغ عددها 800,000 منشأة في عام 2017، إلا أنها لا زالت تعاني من عدة مشاكل. فإضافة لتحدي التمويل، تقف مشاريع الشباب واستثماراتهم أمام عدة تحديات، على رأسها التوجه للتقنيات الحديثة والاستثمار فيها، كما يؤكد ترك القرعاوي وهو أحد شباب الأعمال السعوديين. كان من التحديات عدم وجود أو وضوح الرؤية الاستراتيجية أو الرؤية الإدارية في توجه هذه الشركة، بداية من عدد الموظفين اللازمين، عدد الصف أو طاقم التشغيل. ما كان هناك فكرة واضحة أو هدف معين تطمح الشركة لتحقيقه. كنا في السابق لا نؤمن في موضوع دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية، ولقينا واكتشفنا أنها من أساس ومقومات النجاح لكل مشروع تجاري. اليوم بفرض الرسوم وفرض الضرائب والقيمة المضافة، أصبحت قيمة التكلفة التشغيلية هي قيمة عالية، فتتطلب تحديات وهيكلة إدارية وهيكلة مالية بشكل جيد. وتبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 21% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، فيما يبلغ معدل مساهمة تلك المنشآت في أكبر 15 اقتصادا في العالم بحدود 46%. لذا لا بد من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين الشباب بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقاومتها مع التحديات ضعيف جدا في المملكة العربية السعودية، وهي تواجه عدة تحديات: التستر التجاري، ضعف التمويل، أيضا تعدد الأنظمة وسن القوانين بشكل مفاجئ. ولذلك لابد من دعم هذه المنشآت من خلال تسهيل إجراءات التمويل، أيضا من خلال إعطائها نسبة من المشاريع الحكومية. وتأمل السعودية أن تصبح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي خلال السنوات القادمة. وضمن هذه الظروف يجمع الخبراء على ضرورة دعم المشاريع الشبابية، ولكن ذلك لن يتحقق بدون خطوات أكثر فاعلية توفر للشباب دعما حقيقيا في التمويل وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق استمرارية منشآت المستثمرين الشباب ومشاريعهم. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إذن وتستمر هذه المساحة، هذه الندوة التي نناقش فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما بها وما عليها، هل هي متهمة أم مجن عليها، وكثير من التفاصيل. لكن دعونا نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود وضيوفنا الأكارم. عبر 23 قطاعا و35 شركة نرسم ملامح المستقبل. دبي للاستثمار، آفاق جديدة للنمو. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. منصة اعتماد هي بشكل مختصر عبارة عن دورة مستندية كاملة للمشتريات الحكومية. إطلاق منصة فسح، وهي طبعا منصة متكاملة لعملية الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص. اليوم المواطن والمقيم، الموظف الحكومي، القطاع الخاص، الجهات الحكومية، كل هذه الفئات ستقدم لها منصات رقمية بخبرات مميزة جدا. حوار الأسبوع على CNBC عربية. اقتصادات تنمو وأخرى يصيبها السكون، أموال تتدفق ومصارف تغير الاتجاه. نقدم لك المشورة ونتشارك الرأي والفكرة. مشاركة على شاشة CNBC عربية. هنا رؤساء تنفيذيون ورجالات عالم الأعمال التقوا
فتحوا الملفات، ناقشوا أخبار الشركات، أفصحوا عن مشاريعها، وكشفوا لنا التفاصيل. جلسة الأعمال على شاشة CNBC عربية. الحياة رحلة قد تكون شاقة لمن يمشيها قلقا، لكنها تصبح أسهل وأمتع حين نختار رفيقا نثق به، رفيق يمنحك الأمان حين يتنكر لك الزمان، التأمين لأن الرفيق قبل الطريق. معي أنا رولا تراوني على شاشة CNBC عربية. ما زلنا نواصل مشاهدين الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ندوة CNBC عربية لهذا اليوم. أعود لضيفي من الرياض سيد عمر بن عبد الله الشملان، وعضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومسؤول عن قطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة. تابعنا أستاذ عمر يمكن التقرير فيما يخص التحديات اللي عم بتواجه هذه المشاريع بالمملكة العربية السعودية. المملكة ورؤية 2030 عم تستهدف يعني رفع مساهمة هذه المشاريع بحدود 20 إلى 35% بالإقتصاد، لكن أكيد التحديات كما تحدث بعض يعني التقرير والمتحدثين فيه بأنه هذه المشاريع لا تستطيع مواكبة ربما أو مواجهة كل الإصلاحات اللي عم نشهدها الآن بالاقتصاد السعودي، ويمكن آخرها عملية فرض ضريبة القيمة المضافة. إلى أي مدى بالفعل يمكن أن تتحقق هذه الرؤية وهذه المستهدفات بالوصول إلى 35% من المشاركة بالاقتصاد وسط هذه التحديات؟ ممتاز. اليوم طبعا مساهمة المشاريع طبعا حسب ما تم التوجيه في الرؤية وحسب الدراسات أنه يرفع إلى 35%. طبعا تحقيق رفعها إلى 35% يحتاج طبعا إلى عدد من الحلول، يعني أحد الحلول لا يصلح إلا بباقة مكتملة من الحلول. أنا وافق طبعا الشباب اللي ظهروا في التقرير، هناك كثير من العقبات سابقا وبعضها لا زالت موجودة، كانت موجودة ابتداء طبعا من إصدار التراخيص إلى طبعا موضوع التمويل إلى موضوع العمالة والتأشيرات، وهذه كلها كانت عبارة عن يعني عوائق كبيرة جدا. اليوم الحمد لله في عمل على أرض الواقع، قد يكون ظهر بعضه وبعضه لم يظهر إلى الآن. إذا نتكلم إحنا مثلا على حلول التراخيص، فاليوم يعني وزارة التجارة مشكورة سرعت بوجود منصة ميراث، اليوم هي as one stop shop، سرعت كثير من التراخيص أنك تحصلها في مكان واحد وبسرعة، بدل أن كنت يعني الكثير من الوقت تصرفه على أساس تحصل على تراخيص. الأمر الثاني اليوم حلول التمويل، سابقا لم يكن هناك إلا تمويل على الأسيتس فقط على الأصول، اليوم الحمد لله الجميع يعمل بتكاتف. إذا كنا نتكلم على الصندوق الصناعي أو نتكلم مثلا على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تبحث كذلك عن حلول تمويلية، الجهات التمويلية مثل الصناديق كفالة وبنك التنمية الاجتماعية، كل هذه الجهات اليوم بدأت تعدل في استراتيجيتها لتتوائم وتتواكب مع توجه المملكة. مثلا الصندوق الصناعي أصبح اليوم يقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولها استراتيجية خاصة لها، أصبح اليوم يقرض حتى على الوركينج كابيتال. اليوم الحمد لله المملكة إذا نتكلم على صندوق الصناديق، فهذا صندوق ممول برقم كبير جدا موجه كذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا فقط فيما يخص طبعا موضوع التمويل. إذا نتكلم إحنا على موضوع التعليم والتدريب، فهناك اليوم حاضنات كبيرة أصبحت تشرف عليها الهيئة مشكورة وأصبحت ترخصها كذلك، هي حاضنات ومسرعات للأعمال يبدأ من عندها الشاب وينطلق طبعا على حسب التوجه اللي موجود عنده حسب فكرة العمل المتاحة عنده. نعم. إلى أن يصل بإذن الله إلى الإنتاجية. نعم. اسمح لنا أن ننتقل ربما بذات الاتجاه إلى الكويت، الدكتور سليمان خريبط. دكتور، تبقى مسألة التمويل هي واحدة من العقبات الكؤود التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
والبنوك تتزرع بكثير من الذرائع في أن هذه المشاريع لم تقدم نفسها بشكل الأمثل وبالتالي تستحق هذا التمويل. هل المشاريع الصغيرة مجني عليها ربما أم أنها متهمة في أنها لم تقدم نفسها بالطريقة التي تجعل البنوك تستجيب لهذه الطلبات أو مؤسسات التمويل الأخرى؟ طبيعي لما نتكلم عن المشروعات الصغيرة هنالك عدة مستويات أو النوعيات من المشروعات الصغيرة. فعلا هنالك بعض المشروعات الصغيرة لا ترتقي أنها تحصل على تمويل، خاصة بعض الأشخاص اللي ما عندهم أفكار ناضجة أو ما عندهم خبرة كافية. ولكن هنالك أيضا بالسوق نقص أو عدم فهم من البنوك وعدم أخذ المخاطرة من البنوك أيضا، وأمر لا يلامون عليه بالنسبة للشركات التكنولوجية، الشركات التي لا تمتلك تاريخ. هذه الأفكار الحديثة اللي نشوف بالعالم كله، بعض الشركات كان يحكم عليها في البداية من البنوك والمؤسسات المالية أنها شركات فاشلة، لكنها عندما تقدم نفسها تنجح وتقدم كثير من النجاحات على مستوى اقتصادها وعلى المستوى العالمي. في الكويت احنا عملنا دراسة على 396 شركة ناشئة وصغيرة عن التحديات التي تواجه هذه المشاكل. ونحن نختلف قليلا عن أوروبا وعن العالم أو الاقتصاديات المتطورة، حيث أن احنا سوق ناشئ ويعتمد كليا على النفط مصدر وحيد للدخل. هنالك تحديات بالنسبة للمبادر نفسه المقدم، هناك تحديات بالنسبة للدولة. وقبل أن نتكلم عن هذا النوعين من التحدي، قبل أن نتكلم عن هذا النوعين من التحديات، خلينا نتكلم أصلا عن حقيقة التحديات. لأن في دراسات سابقة وجدت أن بعض المبادرين يعتقد أنه يواجه هذا التحدي، وعندما سؤاله هل واجهت هذا النوع من التحدي أو هذا العائق، قال لا ولكني قرأت أن الناس تواجهها فاعتقد أن هذا تحدي موجود في السوق. مثلا بعض الناس ما عنده مشكلة بالتمويل، بس لما يسأل هل تواجه مشكلة في التمويل يقول إيه نعم. ونرجع مرة ثانية حق التحديات اللي واجهت الكويت، التمويل مو من جزء المشاكل اللي تواجه المبادر الكويتي. نعم، من 40 عامل تم دراستها، 40 عامل وجدنا أن التمويل العامل رقم 10. العامل الأول هي البيروقراطية والتراخيص، وأيضا وجدنا أن الأجار والخلو، أسعار الخلو وأسعار الأجار هي من العوامل التحديات التي تواجه الشباب. لذلك الكويت لم تقف عند هذا الحد، بل عملت لجنة دائمة لتحسين بيئة الأعمال على مستوى مجلس الوزراء، ولجنة في مجلس الأمة مؤقتة لتطوير بيئة الأعمال، وهذا بالتعاون مع جهات مختلفة في دولة الكويت، بالتحديد وزارة التجارة قامت بتحسين بيئة الأعمال في الكويت، حيث انتقلت الكويت من مركز 140 إلى 96 في العام 2017. ولاحظنا أثر هذا الشيء على المستوى الاقتصادي، حيث تم إنشاء 11,000 رخصة بنمو 3 أضعاف رخصة عن السابق. لذلك هذه التحديات هنالك عمل دؤوب على حلها، ودائما نقول حق المبادرين وأيضا حق الاقتصاديين أن هذه التحديات ستنتهي وستأتي تحديات أخرى. وفي أي اقتصاد في العالم وفي أي بقعة في الأرض وفي أي اقتصاد ستجد هناك تحديات مختلفة، لابد العمل على تفاديها، ومن ثم ستأتي تحديات أخرى، وهكذا تستمر العملية الاقتصادية. يعني على الرغم الهدف من هذا الكلام أن لا يملون، يعني لا يملون ليواجهوا هذه التحديات ويعتبرونها جزء من العمل التجاري. هذه التحديات هي طبيعية في النهاية في العمل التجاري طبعاً. لا يمكن تلافيها كاملة. يعني وعلى الرغم أيضا من النجاحات يمكن اللي حققتها بعض مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مشاهدينا، إلا أنها تواجه بعض من هذه التحديات التي يتحدث عنها الدكتور سليمان يمكن. وتسعى الحكومة لتذليل العقبات ودعم أصحاب المبادرات من صندوق برأس مال هو الأكبر في العام لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. توفير الأراضي يعتبر أحد أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين بصفة عامة في الكويت وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص، حيث يمثل سعر الأرض النسبة الأكبر من حجم الاستثمار ناهيك عن ندرة توفرها. وقد جاءت مبادرة من هيئة الصناعة بتخصيص أراضي لأصحاب المبادرات كخطوة هامة لتنشيط ذلك القطاع. الهدف منها اليوم تفعيل الدور المناطقي بين الهيئة العامة للصناعة وأيضا الصندوق بإعطاء القطاع الخدمي والصناعي دوره من خلال المبادرين في أن يقوم بعمله. ويعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على تذليل العقبات أمام أصحاب المبادرات من خلال توفير الدعم المادي وأيضا الدعم الفني من خلال التدريب والتثقيف. وقد واجه الصندوق بعض الصعوبات في بداية تأسيسه، على الرغم من أنه أكبر صندوق مشروعات صغيرة في العالم برأس مال يبلغ نحو 7 مليارات دولار. نحاول نبين الفرص اللي موجودة اللي ممكن تتواجد، ونحاول نوفر معها الخدمات
الخدمات المساندة لها. يعني اليوم صندوق دول من أدواره من تقديم التدريب، الاحتضان، التمويل، توفير الأراضي والدخول للأسواق، كذلك المناقصات إن شاء الله إن الله سهل قاعد نضع الآلية لها لتخصيص نسبة منها للمشاريع الصغيرة المتوسطة. وشهدت الفترة الأخيرة نجاح عدد كبير من المشروعات المتوسطة والصغيرة في الكويت، بعضها حقق نجاحات خارج حدود الوطن مثل شركة طلبات التي تأسست بآلاف الدنانير ثم تم الاستحواذ عليها من قبل شركة عالمية بأكثر من 170 مليون دولار، وأيضا شركة بوتيكات التي تم الاستحواذ على نسبة منها من قبل شركات كويتية كبرى، لتلفت الانتباه إلى أهمية هذا القطاع وما يمكن أن يضيفه إلى الاقتصاد الكويتي. شاب مثلي ومثل ظروفي وغيري كثر لا يوجد أمام خيار في منطقة غنية مثل دول التعاون الخليجي أنه يسوي بزنس ناجح إلا إذا كسر القاعدة، لأنك مهما صرفت ومهما جبت بزنس تقليدي في ناس أكبر منك وعلاقاتهم أحسن منك راح يعني يتفوقون عليك، ما راح تقدر تنافس. متى تقدر تنافس؟ إنه لما أنت تبتكر وتطلع بشيء ما هو موجود، وبالتالي حتى اللي عنده فلوس ما يقدر يوظف فلوسه لمنافستك. تشجيع أصحاب المبادرات والمشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر أحد أهم أهداف الحكومة الكويتية من أجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية وخلق فرص عمل جديدة لجيل الشباب. إذن عودة من جديد إلى ضيفتنا هنا في الاستوديو بروفيسور سيلفيا، و عطفا على مؤلفاتك في هذا المجال فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لديك كتاب عن كيف تقوم بعمل مشروع ناجح هكذا من الآخر يعني، وما هي الأدوات لذلك؟ سؤالي عفوا، ما هي الأدوات التي من الممكن أن نستخدمها لسد الثغرات التي تظهر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هنا في المنطقة، في منطقة الخليج في تقديرك على ضوء هذه القراءات الأكاديمية؟ Yes, thank you. سوف أجيب على سؤالك بعجالة وسأعلق على ما تم الإجابة عليه من الضيفين معنا. سوف أقدم لكم نظرتنا لهذه المنطقة. لدينا عدة أدوات يمكن أن تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين حجم أعلامها. لذلك في أحد الكتب التي ألفتها، وهذا الكتاب متوفر مجانا، لدينا 350 أداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. قررت أن أضع هذه الأدوات في كتاب واحد. في أغلبية الأحيان يكون من باهظ الثمن أن تطور موقع إلكتروني ولوجو خاص بالشركة، ولكن هناك الكثير من الأدوات التي تسمح لكم بأن تحصلوا على تحليل مجاني للمنافسين. فقد قمت بجمعها كلها ووضعتها في كتاب واحد. يمكنكم أن تلقوا نظرة على كل هذه الأدوات وتكتشفوا أنه لدينا فرصا محدودة يمكن استخدامها على شبكة الإنترنت على وجه الأخص في المرحلة الأولى للشركة الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لدينا عدة أدوات قد تم تقسيمها وفقا للنواحي التي تركز عليها، مثلا الإدارة، ثانيا التسويق، ولكن اسمحوا لي أن أعلق على ما تم الإجابة عليه من قبل الضيفين معنا. إذا ما أرادت أي شركة أو أي مشروع متوسط وصغير الحجم أن يصبح رائدا في المنطقة، لابد من أن يعملوا على نظرة العامة أو المجتمع إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مثلا أنا أوروبية، ويمكن أن أعطيكم رأي أو وجهة نظر الأوروبية. ففي العديد من الأحيان تنقصنا المهنية والاحتراف في المنطقة، مثلا جودة المنتجات الغذائية وتصميمها. إذا ما أخذنا سيليكون فالي، هذا العملاق الكبير في مجال التكنولوجيا، إذا ما فكرنا أن المنتج مصنوعا في الصين فبإمكاننا أن نعرف بعدد منها، ولكن منتجات المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة أول فكرة تأتي إلى ذهن المستثمرين هي النفط، على الرغم من أن المنطقة قررت أن تعمل في مجال مختلف وأن تنوع في اقتصادياتها. إذا ما أرادت هذه المنطقة أن تكون رائدة في الذكاء الاصطناعي عليها أن تعمل على تغيير وجهة النظر، مثلا تكنولوجيا البلوكتشين عليها أن تغير من نظرة الغرب لهذه
هذه المنطقة وأن تصبح المنطقة معروفة عالميا بالذكاء الاصطناعي مثلا، وليس فقط النفط. علينا أن نغير وجهة النظر العالمية تجاه منطقتنا وعلى ما يمكن لمنطقتنا أن تقوم به، وليس فقط ما كانت تعرف به المنطقة في الماضي. هذا أمر مهم جدا. لذلك أنا في نفس الوقت أقدم يوميا مقترحات ونصائح مجانية على موقع الإلكتروني حول كيفية العمل للنجاح. نقدم النصائح ولدي دليل يبين لكم ما يمكنكم القيام به لتحقيق النجاح واستراتيجية النجاح. نعم. ننتقل أيضا بسؤال لأستاذ عمر بن عبد الله شملان. يعني أستاذ عمر، يعني يبدو بأن هناك موضوع يعني تقييم المشاريع الآن. إلى أي مدى عملية تقييم المشاريع وطرحها كمبادر يعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر أحد العوامل لنجاح وتنفيذ هذه المشاريع حتى لا تتكدس ربما في قطاع واحد؟ وإلى أي مدى يمكن أيضا يمكن للشروط الموضوعة على هذه المبادرات أن تكون أحد يعني استبعاد ربما بعض هذه المشاريع؟ أستاذ عمر عم تسمعنا؟ طيب يبدو أن أستاذ عمر لا يسمعنا. سنتوجه بالسؤال بعد الفاصل، وسينضم إلينا أيضا من القاهرة بعد قليل أستاذ محمود محرز مدير عام فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ليطلعنا على وضع هذه المشاريع في العاصمة القاهرة وكذلك المدن الأخرى. شريط المعلومات برعاية CFI كريدي فينانسيي انفست. اختر شركة عالمية رائدة لتداول مميز. CFI، ثبت خطواتك. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي. انضم الآن إلى رواد المال والأعمال بإعلانك على شاشة CNBC عربية. فقط قم بالتواصل عبر البريد الإلكتروني sales@cnbcarabia.com. المعرفة شرط تحمل المسؤولية. البعض يتخوف من هذا الموضوع. في تباطؤ بالنمو، تخفيف الضغط على الموازنات العامة عبر الخصخصة. لو بصينا على أداء المؤسسات أو أداء المستثمرين الأجانب هنلاقيه ضئيل جدا. نبحث عن صانع سوق حقيقي. البترول اليوم عند أعلى مستوياته خلال هذه السنة. البنوك تأثيرها يكون أكثر في نهاية السنة لما توزع أرباح. إحنا أهل السوق أدرى بشعاب السوق. آراء وتوقعات لأسواق الأسهم وحركة الاقتصاد. مسار السوق على CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية GFH، استثمار برؤى. نواصل الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه المرة ينضم إلينا من القاهرة أستاذ محمود محرز مدير عام فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. أحييك أستاذ محمود. نحن نعلم بأن مصر الآن تتجه لتكون عاصمة لريادة الأعمال، وأنتم كجهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كيف تفعلون هذه الأهداف التي تسعى إليها الحكومة، وما هي أبرز أهدافكم لتحقيق ربما نسبة عالية بمساهمة هذه المشاريع بالاقتصاد المصري؟
أستاذ محمود عم تسمعني؟ نعم. إذن دعونا نتوجه إذن حتى يتسنى لنا الاتصال مع القاهرة إلى الكويت الدكتور سلمان خريبط المستشار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الكويت. دعنا نتحدث الآن عن الأدوار المتبادلة، ربما هناك القطاع العام وهناك القطاع الخاص المعني أصلا بالأمر، ولا شك في أن لكل جهة ولكل فئة واجبات ومحددات يجب أن تطلع بها. ما الذي من المفترض أن يقدمه القطاع العام الدولة أعني، وفي الجانب الآخر ما هو دور القطاع الخاص أيضا حتى نصل إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة راشدة؟ طبعا لازم يكون العمل مشترك بينهم في البداية، بين القطاع العام والقطاع الخاص. لازم يكون التعاون من البداية واضح وجلي واثنانهم يعملون على نفس الهدف. القطاع العام دوره يسهل الموضوع، ولله الحمد في الكويت في هذه لجنة تحسين بيئة الأعمال حاليا تعمل بجل جهدها أن تطور هذا الجانب بحيث تكون إصدار التراخيص أمر سهل. حاليا سابقا كنا في الكويت نعاني أن الرخصة تستخرج خلال 60 يوم، اليوم أصبح إلى 3 أيام، والطموح إلى ساعات ودقائق معدودة حتى تخرج الرخصة حتى يتم زيادة عدد المبادرين. وشفنا ناتج مثل هذا العمل من القطاع الحكومي أو العام أن زادت عدد التراخيص بسرعة من 3000 إلى 11000 رخصة، دليل على أن هذا هنالك أثر كبير للقطاع العام. القطاع العام أيضا دوره أن يخلق الثقافة، والثقافة لا تأتي إلا من خلال التعليم. فتح الرخص الجديدة مثل ساينس بارك، لازم يكون عندنا شيء مثل ساينس بارك اللي هي تكون بين الجامعات والقطاع الخاص يعملون مع بعض لتأهيل الخريج مباشرة للعمل في تخصصاته. لا بد من الحكومة أن اليوم تتوجه للتعليم أيضا بشكل مكثف. ما عندنا في الجامعات تخصصات معنية في المشروعات الصغيرة أو الابتكار وغيرها، لازلنا ندرس القضايا التقليدية في التسويق والتمويل وغيرها. لا يوجد تخصيص للمشروعات الصغيرة مثل ما قلت في البداية. هذا العلم من 1946 ودرس في الجامعات الأمريكية وفي أوروبا، حاليا من الترندز الأساسية في الجامعات هذا التخصص انتربرينورشيب وريادة الأعمال سواء على البكالوريوس الماجستير والدكتوراه. لذلك نحتاج دراسات أيضا. القطاع العام يجب أن يعمل على دراسات مكثفة أيضا لهذا القطاع. إحنا الدراسات اللي تأتينا دائما من أوروبا وأمريكا هي مختلفة طبعا، وكلما عملنا دراسات نجد هنالك اختلافات وفرقات كبيرة في التحديات الموجودة في هذه المنطقة وتلك المنطقة، وفي النهاية هنالك قضايا أخرى. القطاع الخاص معني أيضا بأن يكون شريك في هذا التطور. لا يمكن للحكومة أن تقوم بكل هذا الدور. نعم. لابد أن تعطي القطاع الخاص في البداية، لابد أن تعطي البنوك جزء من عملية التمويل، لابد، وهو موجود في الكويت ولكن يحتاج أكثر إدخال القطاع الخاص في تنمية هذا الموضوع. ونشكرك دكتور سلمان الخريبت مستشار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كنت معنا أيضا من الكويت. لكن نقف على يعني واقع هذه المشاريع، ما هي أبرز المبادرات التي تم اتخاذها بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية؟ الطيب عبد الماجد يصحبنا بعرض مفصل حول هذا الموضوع. إذن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التحديات والدعم في المنطقة، إلى أي مدى هي تطلع بأدوارها وإلى أي مدى من المفترض أن تقدم لها الكثير ربما من المعونات على كافة المستويات؟ دعونا نلقي نظرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نبدأ بالإمارات، هناك 350 ألف شركة من صغيرة إلى متوسطة، 94% من هذه الشركات في الدولة في داخل الإمارات، و86% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من إجمالي اليد العاملة في القطاع الخاص، إذن هي تستأثر بنسبة كبيرة ومعتبرة بطبيعة الحال، و60% من الناتج الإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في من الإمارات يأتي من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. من هنا يتضح الحجم الكبير والدعم الذي تقدمه هذه الشركات في الإمارات. ننتقل إلى السعودية لنلقي نظرة على هذه المشاريع في السعودية، هناك 950 ألف شركة صغيرة إلى متوسطة في المملكة العربية والسعودية، تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتمثل 29% من الإيرادات الإجمالية للمنشآت، و53% من إجمالي اليد العاملة تستأثر بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
نظرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر 15% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر يأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 70 إلى 80% من المنتجات المحلية تمثلها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، و 14% من الصادرات غير النفطية في قطر تأتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذن تتفاوت درجة الأهمية ونسبة المساهمة لهذه الشركات من دولة إلى أخرى. ما هي التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ التمويل يبقى هو واحدة من العقبات الرئيسية، تمويل البنوك أو حتى مؤسسات التمويل الأخرى. البنوك تتخوف كثيرا من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتحفظ بكثير من الأسباب، منها عدم توافر بيانات مالية دقيقة تجبر البنوك ربما على التعاطي مع هذه المشاريع وبالتالي القيام بتمويلها، عدم وجود معايير واضحة لتصنيف هذه الشركات وهي واحدة من المشكلات أيضا التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك نوع من الفوضى ربما في الإحصاءات والتدقيق والبيانات ما يجبر البنوك على عدم الدخول ربما في هذه المتاهات، ضعف الضمانات المالية أو المتاحة للبنوك التي تقدمها هذه الشركات وهي واحدة من العقبات، وعملاء أيضا من جنسيات أجنبية ما يجعل التنازع ربما إذا حدث هناك خلاف واحدة من الإشكالات التي تتجنبها البنوك بشكل أو بآخر. التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا هي القوانين المستحدثة للرسوم والضرائب التي قد تجلب ضرائب كثيرة وبالتالي دراسة الجدوى الأولى المبدئية قد تنهار تبعا لهذه المستجدات الضريبية، ارتفاع تكاليف التشغيل أيضا واحدة من المشكلات الكبيرة التي تواجه هذه الشركات، الأزمات المالية الدولية التي تعرض هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة للهزات والأزمات والصدمات وهي غير قادرة على تحملها نتيجة لعدم الخبرة في التصدي لمثل هذا النوع من الأزمات، التباطؤ الاقتصادي العالمي أيضا يؤثر ويلقي بضلاله على المشهد لهذه الشركات، والظروف السياسية الإقليمية والتوترات الجيوسياسية أيضا تجعل هذه الشركات مضطربة وهي غير مزودة بكثير من الخبرات لمواجهة هذه الأزمات. البرامج الحكومية والقوانين الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات هناك صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد وهي المؤسسات الحكومية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك تمويلات منخفضة التكاليف أيضا من جهات أخرى. دولة الإمارات قطعت دور شوط كبير في هذا الاتجاه من خلال هذه المؤسسات لدعم المشاريع وتهيئة جو مناسب لها حتى تطلع بدورها، لذلك رأينا النسبة الكبيرة والتناسب ما بين المشاريع وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي. مصرف الإمارات للتنمية أيضا واحد من هذه الروافد، 10% من إجمالي التسهيلات الائتمانية يقدمها هذا المصرف. هذا فيما يتعلق بالإمارات. قطر تقدم أيضا 7.5 مليار ريال من خلال المحافظ التمويلية ومن خلال المبادرة جاهز 1 وجاهز 2 التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. إذن تبقى هذه هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل هذه التحديات وبين كل هذا الدعم، لكن الحقيقة المطلقة أنه يجب أن تدعم لأنها هي عصب الاقتصاد في كل دول العالم. ننتقل إلى القاهرة، إذا أصبح معنا سيد محمود محرز مدير عام فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر. أحييك أستاذ محمود. يعني عدة تحديات عم بتواجه كل هذه الشركات ليس في مصر فقط إنما أيضا على مستوى الخليج، لكن أنتم كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أي مدى تلعبون دور بتخفيف هذه التحديات التي تواجهها المشاريع، وما هي أبرزها الآن في مصر مقارنة بدول الخليج؟ مما لا شك فيه أن هناك تحديات كانت قائمة من قبل لعمل نمو في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. أولت الدولة اهتماما في الفترة الأخيرة اهتمام على جميع المحاور. كان من أول هذه الاهتمامات هو إنشاء جهاز تنمية المشروعات ليكون مظلة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لعمل نقلة نوعية. أولى كان من ضمن الأهداف الأربعة المهمة لإنشاء هذا الجهاز التي أولت الدولة به اهتمام هو إعادة صياغة القواعد واللوائح والتشريعات والقوانين الخاصة بهذا القطاع. وفي هذا المجال جهاز تنمية المشروعات انتهى تقريبا من القانون الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مراحله الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس النواب. أعادنا صياغة جميع اللوائح والقواعد هذا البند. البند الثاني وهو ريادة الأعمال والمبتكرين، وفي هذا الهدف الثاني أرعى الجهاز اهتمام بالغ أن احنا بدأنا نعمل دورات تدريبية على جميع مستويات الجمهورية ليكون هناك رائد أعمال
يمتلك مشروع ونبتدي به من أول فكرته حتى كيفية الإدارة لهذه المشروعات مع تأسيس الأوراق لهذا المشروع مع إتاحة التمويل. وبالتالي جهاز تنمية المشروعات حاليا مظلة تحتها جميع الأجهزة والخدمات التي تقدم الخدمات المتميزة للمشروعات الصغيرة. فهناك الجهاز بيكون راعي للمستفيدين من أول شاب الخريج اللي بيجي بدون فكرة، بنديله دورة تدريبية لكيفية توليد فكرة ثم كيفية إدارة المشروع لهذه الفكرة ثم استخراج الأوراق من خلال المكاتب اللي تم إنشائها شباك واحد في جميع محافظات مصر على مستوى الجمهورية. وبالتالي الشاب أو المستفيد اللي مطلوب إن هو ينشئ مشروع بيحصل على تدريب ثم يقوم الجهاز باستخراج له الأوراق ثم إتاحة التمويل ثم تقديم خدمات غير مالية بعد إتاحة المنح. وبالتالي كل التحديات اللي بتقابل بعض الدول في القطاعات المختلفة احنا قولينا بها اهتماما وبنحاول على قد ما دلوقتي الدراسة قالت في الأربع مشاكل الأساسية اللي بتقابل المستفيدين. الدولة طبعا جاهدة في جهة أخرى ان احنا أصدر قانون للتراخيص بقت جهة واحدة بس اللي بتطلع التراخيص وممكن أي مستثمر أو أي مستفيد يحصل على ترخيص في خلال 24 ساعة. الدولة جاهدة أتاحت أراضي مرفقة للمناطق الصناعية بلغ أكثر من 10 مليون متر مكعب مربع. الأمطار ديت يمكن اللي اتعملت مساحات الأراضي اللي تم ترفيقها للمناطق الصناعية تعادل ما تم إنشاؤه في خلال 30 عام. وبالتالي الدولة عملت مجمعات متخصصة زي مجمع صناعات الأخشاب في دمياط، عاملة زي مجمع البتروكيماويات في مرغم، مجمعات الرخام في شقة تعبان، مجمعات الجلوت في الروبيكي. وبالتالي الدولة بتحاول تهيئ البيئة المواتية لتنمية هذا القطاع. جيد، اسمح لنا أن ننتقل إلى الرياض. عمر بن عبد الله شملان، دعنا سيد عمر يعني أذهب إلى تخصصك فيما يتعلق بقطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأنت المسؤول عن هذا القطاع في الغرفة. البعض يتبادل إلى ذهني أن الصناعة هي فقط للمشاريع الكبيرة، أريدك أن تصحح هذا المفهوم بشكل أو بآخر، وما هو إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية حتى في الصادر؟ جيد، الآن طبعا الصناعة احنا ما نختلف أنها هي أساس تقدم كل الدول، ونؤمن طبعا أنه اعتماد المملكة العربية السعودية على الصناعة كبير جدا، وما يسخر الآن للصناعات أكبر بكثير. سابقا طبعا احنا كنا نركز على الصناعات ثقيلة جدا، هناك صناعات صغيرة ومتوسطة، هناك صناعات مساندة للصناعات الكبيرة. لا يمكن أن تقوم صناعة كبيرة بدون صناعات مساندة. فاليوم مصانع مثلا مصانع سابك، أرامكو، مصانع الشركات العملاقة الموجودة في المملكة العربية السعودية، كلها لا تستطيع أن تقوم وتتمم عملية التشين كاملة إن لم يكن هناك مصانع صغيرة متوسطة تدعمها على الأقل في أقل الأمور، مثلا في موضوع الباكيجينج، مثلا في موضوع توفير بعض الآيتمز البسيطة، في موضوع خلينا نقول بعض التولز اللي لازم تضيفها على المنتج. أحيانا بعض المنتجات من المصانع الكبيرة تأخذ وقت أطول للتصنيع، لذلك هو يحتاج إلى مصانع صغيرة تدعم له العمليات هذه وتعمل له سيفينج تايم. فاحتياج الصناعة في البلد كبير جدا، لذلك أول ما بديت حديثي عن موضوع صندوق التنمية الصناعي وتوجه في استراتيجيته الجديدة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، هذا شيء يعني يوضح التوجه الآن للصناعات هذه. وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة ب هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مشكورين في حرصهم الآن على توفير مصانع تخدم الصناعات الخفيفة، توزيع الآن صناعيات المملكة العربية السعودية بحيث أنها تخدم الشريحة، هذه شيء جدا ممتاز، توزيعها طبعا حسب الصناعات. السؤال السابق يبدو لي ما لحقت على المشاركة فيه فيما يخص طبعا توزيع الصناعات أو توزيع حتى المشاريع في البلد. اليوم احنا نعرف لما نأخذ بعض يعني نظرة بسيطة على الأقل نتكلم على زوم أوت ونأخذ نظرة لبعض المشاريع نجد اكتفاء منها في المملكة، لذلك أصبحت الجهات أحيانا توجه إلى أنه الجزء هذا من الصناعات احنا اكتفينا منه أو الجزء هذا من النوع تجارة التجزئة اكتفينا منها أو وصلنا إلى حد التشبع نوعا ما، إما أن تخرج بطريقة أو فكرة إبداعية للصناعة هذه أو تنتقل إلى صناعة
أخرى. وهذا يمكن إجابة على سؤالك السابق فيما يخص موضوع التخصيص لبعض الأنواع المشاريع. نحن نشكرك السيد عمر بن عبد الله الشملان، عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومسؤول قطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا لك وشكرا على مشاركتك لنا في هذه الندوة. أستاذ محمود، يعني عم نستمع أيضا عن سؤال مهم، يمكن ما مدى مساهمة الآن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر من حجم الصادرات؟ يعني ما زالت النسبة قليلة جدا بالدول العربية، إذا ما شاهدنا نسبتها تفوق 18% ربما، يمكن بدول مثل الدول الأوروبية. هل يتم العمل على رفع نسبة التصدير من هذه المشاريع ونوعية أيضا المنتجات التي يتم ابتكارها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر؟ مما لا شك فيه أن حضراتكم الكل عارف مصر كانت يعني تعرضت للفترات السابقة لمشاكل الكل يعلم بها، وبالتالي الدولة جاهدة شغالة حاليا على 4 محاور. المحور الأولاني المشروعات القائمة التي لم يتم الاكتفاء الذاتي لها، بنعملها عملية تنمية من خلال إتاحة التمويل والأراضي المرافقة، ثم بنعمل دراسة حاليا لمدخلات هذه الصناعات القائمة أن يقوم عليها صناعات مغذية. والمحور الثالث أن احنا بندرس حاليا لستة الواردات وما متاح لمصر من مواد خام لإقامة مشروعات صغيرة. المحور الرابع أن احنا المشروعات اللي احنا بنقوم بتصديرها بالفعل، مش عايزين نخش بمنتجات جديدة، قال ان احنا بندرس دلوقتي المشروعات اللي احنا بنصدرها، بنحاول ان احنا نعظمها ونوفر لها عوامل التنمية من خلال اتاحة التمويل، توسعات اراضي مرافقة، البيئة الموافية. وبالتالي الدولة في مرحلة من مراحل النمو اللي ممكن ياخد وقت شوية. في دراسات أستاذ محمود، احنا عم نعاني من مشكلة الدراسات، انه البعض عم بيقول بدول الخليج يتم استيراد الدراسات لتطوير هذه المشاريع. هل في دراسات مرفقة بالنسبة للسوق المحلي عملية العرض والطلب؟ تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا لما يكون عندي نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات اللي تحتاجها الدولة لا تتعدى 30 او 35%، وبالتالي في عجز في 75. فلما يكون في عندي مشروعات قائمه بتنتج منتج ليس له اكتفاء ذاتي، وبالتالي مش محتاج دراسه، ده محتاج ان انا اعمل له عمليه تنميه، ان انا اوسع الانتاج حتى يتم ان هو يحقق الاكتفاء الذاتي. وبالتالي ده القطاع الاولاني، لما اشوف انا الصناعات القائمه مدخلاتها بتيجي مستورده او محليه او انها لها ماده خام متوفره، ان انا حقيم صناعات مغذيه لهذه الصناعه. وبالتالي انا بشتغل على ارض الواقع، مش منتظر ان انا دراسات او انا بقف يعني بعمل وقفه على الموقف الحالي في الدوله. نعم. طيب، يعني سؤال ايضا فيما يخص مشروع قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه استاذ محمود، الان الى اي مدى يمكن ان يدعم هذه المشاريع؟ وخليني اتحدث ايضا عن تحدي عمليه الضريبه اللي عم تفرض الان، هل عم بتواجهوا مشكله حقيقيه بتنفيذ هذه المشاريع نتيجه للضريبه اللي عم تفرض بعده مجالات؟ انا يعني احنا شغالين بالقانون 141 لسنه 2004. هذا القانون كان فيه بعض السلبيات اللي تم تلاشيها تماما في القانون الجديد. كان هناك فريق عمل ان هو بيحط كل المميزات، الميزه التنافسيه لازاله اي معوق لعمل تنميه فعلا حقيقيه لهذا القطاع، وبالتالي القانون وصل لمرحلته الاخيره. اما موضوع الضرائب فهناك حافز للمشروعات الجديده ان بيتم الاعفاء 5 سنين من الضرائب، ده تبقى القانون 141 وستظل ان شاء الله، وبالتالي الحافز بتاع الضرائب سيستمر، وبالتالي لا تأثير على نمو هذا القطاع. نحن نشكرك السيد محمود محرز، مدير عام فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كنت معنا من القاهرة. وشكرا للبروفيسور سيلفيا فيانيلو، مديرة مخبر الابتكار في كلية جي بي لإدارة الأعمال العالمية، على هذه الإسهامات المقدرة. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لهذه الندوة التي حاولنا من خلالها أن نلقي فقط مجرد الضوء على هذا المشروع الشائك الكبير المعقد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما بها وما عليها، هل هي مجني عليها أم هي متهمة؟ على كل لابد من في نهاية الأمر ونهاية هذه الندوة أن نؤمن على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المخرج ربما لحالة الاقتصاد في أي دولة من دول العالم، لذلك يجب أن تولى الاهتمام الأكبر. تحياتنا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.